وقبل ظهر يوم الخميس وبمكتب سمو الحاكم في الشارقة، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتور ستيفان وودي كارو المدير الجديد للمركز الدولي لدراسة حفظ وترميم الممتلكات الثقافية، يرافقه الدكتور زكي أصلان مدير المركز الإقليمي لبرنامج الحفاظ على التراث الثقافي في المنطقة العربي ببرنامج آثار في الشارقة التابع لمنظمة آيكروم، والذي كان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أمر بإنشائه مؤخرا في حرم المدينة الجامعية في الشارقة، ومن المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر من العام الجاري. تناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بأهمية المركز ودوره في حماية التراث الثقافي الطبيعي في إمارة الشارقة بصفة خاصة وفي المنطقة العربية بصفة عامة، كما تناول اللقاء الذي اطلع سموه خلاله على موضوع الندوة الدولية استعراض خطط المركز المستقبلية وأنشطته التي ستشتمل على الندوات وورش العمل والتدريب.